أهلا وسهلا. السلام عليكم. اين خبر بارك؟ الحمد لله يا سيدي، هو في الطريق ياتي. وعد انه قد جاء الى هنا. نعم سيدي. وين؟ هو في الطريق ياتي دقيقتين يكون هنا. اخي شيخ عامر. اخي صغير. السلام عليكم سيدي. الحمد لله الله والله اجركم. الله اعظم الله اجرنا واجركم يا سيدي. الشيخ محمود. والله نعم. الحمد لله. تفضل سيدي. تفضل. بسم الله ما شاء الله. ليش؟ أنا أقول أي فايدة تشيل الشيوخ ليش؟ إن شاء الله. يا سيدي الله يبارك فيك. الله يسعدكم. الحمد لله بصحتكم. أحمد الله نشكره. أنا بخير لما رأيتك بخير. الحمد لله. إن شاء الله. فضيلته جيش الجيوش أعلى فوق الجيش. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. والله انا عمرو كنت هنا الشيخ حبيب الله. هذا لباس جيش خاص. ما شاء الله. ما شاء الله. الله ما شاء الله. لا 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 يجوز. لا 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 اليوم قوات البرية ان شاء الله البرية برية من جوي. الحمد لله عليهم. الله الله في الوهاب حياكم الله. الله الله في تشيع. الله أكبر. الله الله في شيوعي. الله أكبر. هذا الخطير الجام في إندونيسيا. الله أكبر. نحن ما نقدر نشكر وهابية تشيع شيوعي. الله أكبر. وعباش هذا الأمراض. نعم أي والله أمراض خبيثة. أي والله أمراض خبيثة. نعم إذا كان نحن نسكت والله أعلم. يا الله سيأتي هذا شيء هام جدا الذي تتفضل به. كنا نتحدث به قبل قليل به بالذات. لا الآن من الشباب. عندنا في الشام رجل بلغ من العمر 85 عام. ما شاء الله. يعني شهر بعد شهر بعد حديث. أن يجعلهما ربي سبحانه وتعالى لجنابك خير عون على ما تريد بإذن الله تعالى. يعني نرى فيهم الصدق، نرى فيهم الأمانة، نرى فيهم العلم، نرى فيهم الحب لجنابك والإخلاص. نعم سر. نعم هذا الحب، الحب والإخلاص لجنابكم. أيوم يطرح يرسل هو مجيب في نيروانا. قال لك سيدي الشيخ رجب ائتيني بزوجة للشيخ محمود وأنت أتيته بها والشيخ محمود استحي. لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة مع مشايخنا تحت راية نبينا عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه الكرام بسر النبي صلى الله عليه وسلم وسر الفاتحة. الشيخ محمود. الشيخ محمود خاصة. نعم. وين العريش؟ لا. لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أجمعين. اللهم إنا نتوجه إليك من نبينا محمد النبي الرحمة. يا سيدنا يا رسول الله إنا نتوجه بك إلى ربنا. اللهم ارحم أخانا فضيلة الشيخ محمود شعيب برحمتك وتولى له بعنايتك. اللهم إنه قدم إليك وأنت خير مقدوم عليه. اللهم أحسن جواره، اللهم أحسن ضيافته، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة لا تنال حفرة من حفر النار. اللهم شفع به النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، واجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج عنه برحمتك يا حنان ويا منان. وارحمنا يا ربي إذا وصلنا لمثل ما وصال إليه، واجمعنا به في مصطفى برحمتك تحت راية الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام مع مشايخنا وآل البيت والصحابة الكرام جزء النبي صلى الله عليه وسلم وسلم الله عليه. هذه حبيب هذه كان يأكل منها سيد الشيخ رجب. نعم. ورحم الله من قال كما قالت الهدهدة لسيدنا سليمان عليه السلام، لو كان يهدى إلى الإنسان قيمته لكان يهدى لك الدنيا وما فيها. الله يبارك فيكم يبارك خاطركم، إن شاء الله نلقاكم دائما بخير وأنتم على أحسن حال بإذن الله تبارك وتعالى. أنا أولا لا أنساكم، صدقوني لا أنساكم، صدقوني لأنكم وصيت سيدنا الشيخ رجب، ولا أنسى أبدا اللقاءات التي يجمعنا بها ربي معكم. سبحان الله، والله هي لقاءات نرجو الله أن يجعلها في باب الفضل. آمين. آمين بالله تبارك وتعالى. ولا أنسى أن أوصيكم بما أوصاكم به سيدنا الشيخ رجب. سيدنا عبد الرحيم. هذين بطلين. نعم. كما أنني لا أنسى أن أوصيهما بجنابكم. أول سيدنا الشيخ رجب أوصاهما به. أول يتكلم سيد الشيخ رجب على الفيديو. أبدا. فنحن على نفس الخط بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير. الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. بسم الله نشرب هذا عشان في لقاء ما ينقطع اللقاء. ايوه اذا نحن مصافحه اذا لا يوجد لقاء بعدين ما يرجع ثاني مره. لا هم هنا ما في مشكله. بركه اذا هم يتقلل البركه ما يؤتي ياتي. لكن كما اشتقتنا نودعه. السلام عليكم. خلي بالك في هذا تربوس احمد على الجيش خاص يعني له مهارات غير مهارات عادي. هذا خاص يسوي كل شيء في تدريبات يعني صعبه جدا. حصلنا هذا يبخار قوات خاصه من جزيره نسا كمبان والى شيلاتشه ثلاث مرات. إذا ليس كل واحد يحصل على التربوس مرتفع جدا على عندنا في سوريا يلبسون القوات الخاصة الكوماندوز. أخي الشيخ عامر كان في الجيش 10 سنوات في الجيش. ما هو هذا؟ انتهى الحمد لله. كان في المخابرات الجوية. المخابرات الجوية نعم. ولكن رئيس المخابرات الجوية قال عامر محمد رجب ديب يفرز لمرافقة جده سيدنا الشيخ رجب ديب. الله أكبر. هذا قائد الجيش في سوريا. ما شاء الله. كان يأتي مع سيدنا الشيخ رجب يوصله إلى السيارة. والآن نحن دحين الآن مهم يدخل عليهم. نعم. على بعض ولا معنا خلوا يدخل.